الوجود الأمريكي سيكون وجود في العراق طويل الأمد، وستكون له مبررات في الفترة المقبلة واضحة. الاستراتيجية الأمريكية الآن التي قدمت في يوم 19 كانون الثاني كانت واضحة بأن التنافس ما بين الجيش الأمريكي والصين وروسيا كان واضح جدا، بأن هناك تقدم لروسيا والصين مقابل تآكل التفوق العسكري الأمريكي في المنطقة، وبذلك أمريكا تحاول الآن أن تضع من الإرهاب أولوية ثانية في ملفاتها أو في استراتيجيتها للتعامل في المنطقة. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تطرح من أنه إيران تشكل خطر وما إلى ذلك، وأنا أقول يعني عندما نتكلم عن عن عن, عن الموقف الأمريكي من المظاهرات التي خرجت، الإدارة الأمريكية حقيقة لا تريد تغيير النظام، وهذا ما تكلم به الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية عندما قال نحن نريد تغيير سلوك النظام في إيران ولا نريد تغيير النظام الإيراني، لأنه أمريكا لديها كثير من الاتفاقات مع النظام الإيراني منذ فترة طويلة، منذ عام 2003 عندما ضربت أفغانستان، وبعد ذلك أقول عندما ضربت أفغانستان ثم بعد ذلك 2003 دخول العراق. أمريكا تعاملت مع إيران وأطلقت يدها في كثير من الملفات في المنطقة، يعني من سمح لإيران بأن تلعب هذا الدور الإقليمي الكبير سواء كان في العراق أو سواء كان في سوريا أو سواء كان في اليمن أو في مناطق أخرى؟ لماذا أمريكا توجه الضربات إلى تنظيم القاعدة ولا توجه الضربات إلى التنظيمات الإرهابية التي تقاتل في سوريا والتي تقاتل في اليمن والتي تقاتل في مناطق مختلفة من العراق بما فيها الحرس الثوري الإيراني وما إلى ذلك؟ من سمح بنقل الأسلحة والأعتداء والمقاتلين من كثير من البلدان إلى هذه الدول؟ أمريكا هي من أعطت الضوء الأخضر لإيران في للدخول في المنطقة، وبذلك نحن نتكلم حقيقة عن اتفاقات الحرب الإعلامية مستعرة، ولكن على أرض الواقع لا يوجد أي إشكال ما بين لا يوجد إشكال كبير جدا ما بين أمريكا وما بين إيران، وإنما قد يكون هناك تنافس على المصالح في المنطقة.